ما لحقتش تفرح، الموت يخطف عروس بني مضار بالمنيا في ليلة الزفاف. دخلت المستشفى بفستانها الأبيض وخرجت بالكفن، والزغاريد تحولت إلى أصوات صراخ، مشهد يبكي القلوب ولحظات مأساوية عاشها أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا بعد أن تحول فرح لمأتم. شابة في مقتبل العمر خرجت مزينة ترتدي فستانا أبيض، ولم تكن تعلم أن ليلة العمر التي تنتظرها ستكون ليلة الوداع. بخطوات مثقلة وقلب يغمره الفرح، لم تصدق نانسي صاحبة 25 عاما بأن دقائق قليلة تفصلها عن تحقيق حلم حياتها بالزواج لمن تحب، لكن كان للقدر رأي آخر. مشهد معتاد أمام الكنيسة، فالحضور يتجهز لاستقبال العروس، دقائق بسيطة وتحولت الأضواء إلى ظلام. أثناء إتمام مراسم إكليل الزفاف داخل إحدى الكنائس بالمركز، شعرت عروس بني مزار بصعوبة في التنفس. سرعان ما انتبه الحضور مطالبين بسيارة إسعاف لنقل العروس إلى المستشفى، وفور وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى مصر المحبة ما هي إلا دقائق معدودة. نفذت خلالها نانسي النفس الأخير، فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية. النظرات هنا وهناك تبين ذهول وصدمة، الدموع ملأت أعين الحاضرين، صوت البكاء ملأ الأرجاء، مشاعر الألم اعتصرت قلوب أهل عروس بني مزار وأصدقائها.